هارون الرشيد اللي ماله نظير وجعفر صاحبه صديقه الوزير خرجوا في ليلة سوا فقرا في زي الفقير زي ما تعهدوا يشوفوا الرعية وحالهم في عهده فقابلهم يا سيدي وشوف البلاية اتنين تاني غيرهم شبههم تقولش مراية هارون الرشيد الفلسو لابس دهب وجعفر جنبه بيضحك وموكب عجب وهارون المقصل وصاحبه الوزير في لبس الفقارة واتنين تاني نسخة في زي الأمارة ونعرف منين السر الخطير من ألف ليلة وليلة دراما الليلة دي دبرني يا وزير هتصرخ هنا جلالتك وتقول انتوا مين وعايزين ايه وايه اللي ركبكم سفينة الخليفة يلا انتوا مين وعاوزين ايه وايه اللي ركبكم سفينة الخليفة لا 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 دي مش شخطة ملوكي خالص أنا عايز شخطة ملك شخطة حد ابن ناس هو مين اللي مش ابن ناس ما تحترم نفسك يا بحر لا 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 يوسف بيه اسمعني بس هنفهموك والمرسى ابو العباس ما نقصده يا أخي اسمعني يوسف بيه ما تقلقش أخوك فنان والحمد لله الموضوع بسيط الحمد لله إن احنا لحقناها قبل ما النار تاكل القصر كله أنا البساط يكلمني كذا مرة عشان تلين دماغي وعرض عليا فلوس كتير جدا وأنا ما رضيتش على فكرة أنا زيك يا يوسف بحب القصر وبتمنى إنه يفضل موجود أنا صحيح ماليش فيه وحيالله جوز أمي كان أبوك لكن القصر غالي عليا ما أنا فنان برضه وعارف قيمته ولما أنت عارف قيمته سرقت منه لوحات ليه؟ عشان نرسمها ونبيعها مفيش شغل مفيش فلوس ولو بجوز أمك خرب خد منه لوحة ورجعها تاني لكن طول عمري بنبص على القصر من بعيد وأتمنى إنه يفضل موجود إن شاء الله هيبقى موجود لكن حماك راجل جدع خليه يقف معاك مش عيب ويحميك كمان البساطي هنا ومش هيسكت الا لولاك اقوى مني ولادي مش عارف يا يوسف ما كانش صح تجيب لهم هدوم عشان فرحك وبس لكن كان يصح تجيب لهم هدوم عشان العيد في مناسبه في غير مناسبه ما انت عمهم لكن تجيب لهم عشان خطوبتك وبس عيب يبقى خد بالك يا يوسف حقك عليا تعالى ايه الحلاوة دي نعيما يا عم ايوه كده بقى شكلك زي الناس عظيم يا رب انا مش مصدق انت قاعد بتعمل ايه في مكان زي ده وايه اللي انت بتشربه ده عشان انت طيب وبتصدق اللي بتشوفه ما تخليش المظاهر تخدعك ودور على الحقيقة ده وصل قرار سعادتك من 1919 بيثبت ان الارض دي ارض زراعيه ولا كان في قصر ولا حاجه والمبنى مفيش دليل انه متسجل في مجلد التراث خالص فضلا زي ما حضرتك عارف ان الشهر العقاري ما بداش قبل سنه 1946 ودفاتر كاتب العدل دورنا فيها وما لقيناش وقبل سنه 46 كانت المحاكم مختلطه وما فيش إثبات بيقول إن القصر ده عدى عليه أكتر من 80 سنة ودي بقى سعادتك أوراق بتثبت إن موكلي يوسف محمد يوسف نوار هو الوريث الشرعي والوحيد للقصر في خبراء معماريين يقدروا يحددوا عمر القصر وفي مجلد تراث لازم يتراجع وشهود تقدر سعادتك تراجع كل ده تؤجل القضية لحين مراجعة واستيفاء المطلوب واستدعاء الشهود انت جبت من فين وصل الخراج ده؟ ده شغلنا يا أستاذ يوسف ما تقلقش ومجلد التراث؟ برضو ما تقلقش الورقة اتقطعت هيصابعوا الموظف ويسألوه عن دفتر الشياخة وحيقول ان حصل تلف جزء من الدفتر مطر حريق اي حاجة دي حاجات البني ادمين مالهمش صرفة فيها الدفتر فيه جزء تلف أمر الله هنعمل إيه؟ أنا عايزك تطمن المسألة مسألة وقت
يعني مفيش حس ولا خبر عن الموضوع الصحفي العظيم اللي بعت الهانم عشان تغطيه، ولا الجورنان قرر انه يغطيه؟ موضوع يا سايكوبات يا حقود، القصر واسكندريه وحسستوني انكم حراس التراث وان شوارعي مولود تحت الكوبري. الله، الموضوع اتنشر خلاص يا ابني. اتنشر اه، وفي الاخر الهانم اتخطبت لحفيد صاحب القصر، وفقنا راسين في الحلال. جراء حامد، انت عيان يا حبيبي ولا ايه؟ سكت على نفسك ليه يا حامد؟ ما انا غلطان عشان ساكت، والله غلطان عشان ساكت. لا ما تسكتش. كلكم بتخدموا على مصالح بعض، تدوا الفرص للي مش محتاجين الفرص، اللي معاه فلوس ياخد اكتر، واللي معهوش يتهرس هرس. عارف نظرية المؤامرة يا حامد؟ عارفها، هي دي نظريتكم. خلي نظرية المؤامرة تاكلك يا حامد. بص يا أمي، انت عارفة بنتك كويس، انا بعمل اللي بحبه واللي انا عايزاه، ومش معقولة يعني حضرتك هتمنعيني او تزعلي ان اروح ليوسف اطمن عليه. هتسافري يعني يا سلمى؟ خلاص سافري. لا ما هي سفري دي فيها زعل زي كده، ايه روحي ما ترجعي بعد الشر. ايه الكلام ده؟ خلاص يا ماما، يبقى قوليلي روحي يا بنتي وارجعي على طول وربنا معاكي. انا مش هخلص النهاردة، انا عارفة. روح انت يا حبيبتي وروحي، وامي وبنتي. انت ليه مش طايقه يوسف يا ماما؟ وانا اعرفه منين عشان اطيقه ولا ما اطيقوش؟ انا ما اعرفوش اصلا. اعرفيه اعرفيه يا ماما، يوسف انسان كويس ومتعلم وابن ناس، يعني معقوله بنتك هتحب حد وحش؟ اه معقوله جدا، بتحصل كل يوم عادي يعني. وللدرجه دي مش واثقه في قلبي؟ انا مش واثقه في الدنيا. طب خليها على الله، اللي معاه ربنا يمشي على الميه. طب يا سلمى سافري، بس ما تباتيش. فين التكشيلة الوحشة؟ سوقي بالراحة وما تبعديش رسائل وانت سايقة. بحب. وحشتني يا عم الحاج والله. وانت كمان. طب ما هو القصر زي الفل اهو، لا حريق ولا حاجه. انت بتقول كده عشان تشوفني صح؟ لا حصل حريق فعلا، بس الحمد لله كانت بسيطه، ولاد الحلال ساعدونا انا واكرم وطفيناها بسرعه. طب الحمد لله. واكرم رممها. فنان زي اخوه. واخو اكرم عامل ايه؟ سال عليا؟ ما جابش سيرتي؟ ما قالش حاجه؟ سال عليكي كل دقيقه. طب مين بيحب سلمى؟ أنا بحب سلمى. الله. مين دول؟ دول أمن القصر. بوليس يعني؟ لا، أمن من طرف فاروق بيه. يا سلام، وأنت وافقت عادي؟ أيوه. واضح إن أنت متفاهم مع حماك قوي. ماشي. خفت على القصر. تعرف إن واحد من الشباب اللي طفوا معانا الحريقة طلع مين؟ مين؟ حفيد جوني منصور. بجد؟ الخواجه اللي قلت لي عليه اللي كتب عن اسكندريه والقصر؟ ايوه، شاب جدع جدا. طب ما تيجي تفسح لي قبل ما ارجع القاهره، عشان خالتك ام سلمى حالفه عليا ما باتش في بلد المحبوب. وما تقلقش، فاروق بيه رجالته صاحيين. هو انا عندك اغلى ولا القصر يا يوسف؟ القصر حكايتي، بس انت حبيبتي. وحشني القصر وحواديته يا شهرزاد. انا مش قلت لك ما تجيبش الولا مرسح؟ ذنبه ايه تبهدل معانا هنا؟ انا قلت لك اكتر من مره يا اصداف، انا روحي في سمير حبيبي سمير. ربنا يسعد سعيد بسعيده. عرفت ان علي بحر بيعمل مرسحيه؟ يعمل. علي فنان، ولو عمل حاجه هتنجح. ينجح، بحر واسع. بحر واسع ولا انت عايزاه ينجح؟ هات الولا. راوية. نعم. خدي الولا، خلي بالك منه. حاضر.
خير يا بساطي؟ في ايه؟ كلامك معوج ليه الليله دي؟ ولا معوج ولا حاجه، انا بس بنستفسره. لا يا عنيا، انا مش واخدك على غرام علشان تقرفني وتقول ابصر ايه. ما تستفسرش يا حبيبي. ولا ابصر ايه ولا مدرك ايه؟ معنى ايه كلامك ده يا اصداف؟ معنى اللي سمعته، كل اللي بيني وبينك شراكه وبس يا وديع. ما هي عشان شراكه اني قلقان عليها، ده شغلهم نفسه. يبقى تتكلم كده. مرسح صوفيا، الناس بتجي علشان خاطر صوفيا، لا بيجوا علشان خاطر وديع، ولا كانوا بيجوا زمان علشان صاحبك علي بحر، مفهوم؟ وقلب صوفيا فين؟ قلب صوفيا في صدرها، ومحدش ليه حكم عليه غير اللي خلقه. ما تجيبش الولا سمير بمرسح تاني. لا، إلا كده يا أصداف، إلا سمير ده هو الحاجة الوحيدة اللي بتخليني رايق ومبسوط. يا أخويا انبسط براحتك، بس ما تعكرنيش، وإلا والمرسب والعباس لنروحه ونضلموها لك. ليه؟ نضلموها ليه؟ خلاص روقي، حاضر هعملك اللي أنت عايزاه. يبقى خليك في شغلك وأكل عيشك، وسيبك من علي بحر. لو صاحبك وحشك روح له، ما تقرفنيش. وحشناني ولا وحشك أنت؟ مفيش مرسح يا وديع، أنا مروحة. راوية! راوية! نعم. هاتي سميرة عشان احنا مروحين. يا أصداف خلاص، سكت سكت. أنا مروحة، مفيش مرسح يا وديع. مالك حبيب أمك بتعيط ليه؟ وين مفيش مرسح يا وديع ده؟ انت عملتي كده يا بمبا؟ ايوه ياما. هنعمله ايه؟ كلنا عملنا كده، اصل الرجاله عيال صغيره ولازم يتحايلوا يا هانم. عندك حق، الرجاله عيال صغيره. لا ما هو كده خرب بيوت. ما انت عارفني يا وديع، ملعون ابو اي حاجه تعكر لي مزاجي. اللي أكل العيش يا صوفيا؟ أصداف يا عنيا، أني هنا اسمي أصداف، أصداف كرخانة، فاكرني؟ ودي تتنزع، بس أصداف دلوقتي بقت صوفيا، وصوفيا وديع شركة، والشراكة ما فيهاش حاجة اسمها حد يزعل ويخسر شريكه. شركة آه، إنما المرسح يعنني، لازم تفهمها وتعرفها كويس قوي دي يا وديع. عرفنا وبصمنا، عرفنا وبصمنا يا أصداف. مين يعوضنا عن الخسارة الليلة دي؟ مرسح يعني مواعيد وتذاكر وجمهور، والجمهور لو جه مره ولقى المرسح مقفول مش هيجي تاني. لا هيجوا يا عنيا، اتعدل انت بس معايا وهم هيجوا. صوفيا فين؟ انت عايز صوفيا في ايه؟ نعمين يا باشا. سيبنا لوحدنا شويه. نعم. خد سمير وخش جوه يا وديع. ده اللي هو ازاي يعني؟ وديع خير يا باشا، انا ست متجوزه. وماله متجوزة؟ بس تجاوبيني، سألت قبل كده وقلت لك لا. يعني الولد سمير وديع البساطي ابن الراجل المحترم اللي دخلناه جوه، وقلنا الموال ده قبل كده. العمر بيجري يا أصداف، صرحيني. المرة لما تكون في حمى راجل يا باشا يحميها، إنما الراجل اللي ما يحميش المرة اللي هو أنيها ملوش إنه يسأل. يعني الولد ابني ولا مش ابني؟ وافرض. افرض؟ يعني ايه افرض؟ يعني شرفت يا باشا. ريحيني يا أصداف، ريحيني. مفيش غير ربنا اللي بيريح يا باشا.
أنا غلبانة نريحوك إزاي؟ الولد سمير وديع البساطي. أنا أقدر أعمل كتير كتير. عارفة إنك تقدر تعمل كتير، تقدر تحبسني وتقدر تبهدلني، لكن تقدر ترتاح، تقدر تملك قلبك، تقدر تعيش طول حياتك وانت شاكك. جرب. يعني الولد أصداف ابني أنا. سمير ابنني، حتى مني، حبيبي وابن وديع البساطي. ده انت حتى لو بصيت في وشه هتلاقي تقطيع بشواتي على القلب. يا أصداف بطلي لعب بالكلام وانطقي بقى، بدل ما ريحت من الدنيا بحالها. وانت في الاول وفي الاخر ولا حاجه، محدش هيسال انت فين ورحت فين. والولد لو طلع ابني مش هتشوفيه تاني. انطقي، الولد ابني ولا لا؟ ابني ولا لا يا أصداف؟ بنقول لك يا باشا، انا لميت نفسي وسكت واحترمتك عشان خاطر انت في بيتي، لكن الصبر حدود. اللي بينك وبينها زمان ما يخصنيش، نقدر نفهمه ونسكته وناخده جنب كمان لغايه ما تخلص كلامك في بيتي، لكن جيرانك ياخدك وتهددها بسمير؟ لا، الا سمير يا باشا، سمير وديع البساطي اغلى ما عندي. تبهدلني تحبسني اعمل اللي تقدر تعمله، لكن اياك وسمير، ده ابني اللي طلعت بيه من الدنيا. وقتك خلص، نورت يا باشا. مشروب البرتقان ده لياني وبايدك انتي. الابتسامه الحلوه دي جديده عليا دي أصداف، ومن القلب كمان يا وديع عشان استجدعتك. الا سمير، انا روحي متعلقه بالولا. عجبتني يا بساط. امال ايه؟ هو انت فاكره الموضوع شغل ومرسح بس؟ امال ايه تاني؟ لا يا صدف، انت فاهمه غلط. انت كمان على اسم وديع البساطي. تتعشى يا وديع؟ اتعشوا. ايش ايش؟ اتعشوا يا أصداف. ده في دهانم لازم تلبس لجوزها حاجات ملهاش دعوة بالحشمة. حاجات عريانة. عريانة؟ أيوه. ده في دهانم كمان في أوضتها لازم ترقص لجوزها. معقولة يا خديجة هانم؟ أنا أعمل زي ولاد البلد؟ ولاد البلد مالول القصر عيال. أيوة يا هانم، الهوانم برضو ممكن يرقصوا، ما فيهاش حاجة. يعني حضرتك؟ أيوة طبعا. أمال يوسف بيه ده جه إزاي؟ الرجال عيال صغيرة لازم تتحايل. أنا بتكلم جد، والحاجات اللي بقولها تتنفس. اسم الله وألف ما شاء الله. والله ومشت معاك يا باح. خليها تزهزهله شوية، يمكن لما يدوق طعم الفلوس يتعدل. مشاعري بحر اللي بتعدله الفلوس، الفلوس ما بتعدلش المايل، وما يميلش مع الفلوس إلا وسطي ولسانك يا وديع. كمل طريقك، كمل.
صباحي يوسف بك. نعم. قفلت الباب ليه؟ مش مهم الباب. أنا مش مهم الباب؟ تمام. أنت إيه؟ أنا هرقص لك. ترقصي؟ ارقصي. بس ما بعرفش، لكن هرقص لك. ارقصي ارقصي يا هاني. شفتهم مرة في فرح عندنا، بابا سمح بده في فرح أختي، كانوا بيعملوا حركات عجيبة قوي. هحاول أقلدها. تمام، اتفضل. يلا أنا مستني أهو. لكن هما كانوا بيرقصوا على مزيكا وطبلة. طب أعمل إيه؟ مش عارفة، لكن هرقص إزاي؟ معرفش يا هاني. تحب أطبلك؟ من فضلك لو تعرف. هجرب. ما بعرفش أرقص. مش مهم، مش مهم يا تفيد عيني. ما تعمليش حاجة غصب عنك أبدا. أنت جميلة من غير ما ترقصي. مش مهم، ما فيش أوحش من إن الواحد يعمل حاجة غصب عنه يا تفيد عيني. قول يا ياس، كله ما تسرحش. سبحان الله فعلا. سبحان الله. خير يا ام ياس؟ انا اعرف على الاكل، بسم الله في اول الاكل والحمد لله لما نشبعه، لكن سبحان الله دي جديده. سبحان الله، بتبقى لما الانسان يستعجب من حاجه او يستعجب من حد، فلما بشوفك بقول سبحان الله في خلقه. جبت الروح. جبت الروح يعني ايه؟ كلامك ده تهزيق ليه يا عم ياسا؟ لا يا ولدي، احنا بنذكر الله بنقول سبحان الله، لكن هزاك استغفر الله العظيم، انت مش محتاج تتهزق. طب قول مستعجب من ايه يا ياسا ومش راضي تاكل؟ من الدنيا واحواله. اللي يشوف القصر من برا يقول ان اصحابه اسعد ناس، والاخير احنا تاه ناكل وبنضحك. وفوق يوسف ايه مش مبسوط، خديجة هانم مش مبسوط، الهانم زوجة يوسف ايه مش مبسوط. ايام ويام يا عم ياسا، زمان القصر ده كان مليان فرح وانبساط. احنا هنضحك وناكله عشان ما عندناش عيشة تاني غير كده، كل واحد همه على قد الخير والعز اللي هو فيه. نيموني على سرير يوسف بليلة ليلة واني راضي بحزنه. عقلك خف يا عم ياسا. ساعات لما بقعد مع الحصان وابص ليه واتكلم معاه بصوت عالي، بحس انه سكوته ونظرته ليا كانه جواه بني ادم مش جواك يا نبوي. سكتيه يا بامبا احسن. اسكت انت وهو يسكت. قل يا ياسا، قل وما تسرحش، كلنا لينا رب كريم. خد يا اخوي.
باكل باكل. الحصان بيفهم ويحس. في يوم رزلت عليه شتمته، قعد ليلتين ما رد ياكل من العليق، وانت بتاكل عادي. كل يا نبوي كل 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 انت، بدل ما تقعد تتصعب على البهوات اللي لو لقوك عجزت هيبيعوك انت والحصان. كل كل وانفع نفسك كل. اني وبلا فخر وديع البساطي صاحب مرسح صوفيا. وايه الخدمه اللي انا اقدر اساعدك بيها؟ البلد بتضيع يا فندم، وحضرتك قاعد هنا وتعبان عشان تحمينا، في ناس بيشتموا ويقل ادبهم في الكبارات. كبارات؟ كبارات مين؟ مولانا جلاله الملك فاروق. من بيعيب في الذات الملكيه؟ شويه مشخصاتيه ارتست عوالم بتلاته مليم كلاب السكك عاملين مرسحيه اسمها دبرني يا وزير وهاتك يا قله ادب. لو حضرتك مش مصدقني تعالى وياي ونفرجوك على المساخر. دبرني يا وزير؟ شفت شفت قله الادب؟ ده الجواب باين من عنوانه، دول حتى ما قالوش دبرني يا معالي الوزير. انت قلت لي بقى بتشتغل ايه يا فندم انت؟ اني صاحب مرسح برضه، بس كله هلس في هلس، ما بنقدموش غير كل هز وسط ومسخره، في الحلو منه، وبنعرضه مسرحيه اليومين دول اسمها تقرصني هزقك، ولا عمرنا غلطنا في اسيادنا ولا قللنا ادبنا على حد. قال دبرني يا وزير قال. انا بدي اسال مولانا. تسال عن ايه؟ ازاي مولانا بينام بالليل مرتاح مطمن؟ ازاي تقدر تعدل؟ وازاي تقدر تكسي العريان؟ تلت الناس شقيانه والتلتين حفيان. ازاي تقدر تطمن ان مفيش مظلوم؟ والله 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 لو كنت بجد انا هو انا كنت جاوبت، لكن تقدر تسال نفسك لو كنت مكان مولانا. بالراحة. عجبك كده يا سي علي؟